يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنا. النهارده هنعمل مع بعض فراخ بالزبده والثوم بطريقه مختلفه جدا وهتعجبكم قوي، وبعد كده هنعمل مع بعض كركديه بالليمون والنعناع. طيب ايه المقادير اللي عندي النهارده للفراخ؟ عندي زبده، عندي زيت زيتون طبعا، ملح وفلفل، وعندي هنا للتتبيل بقى عندي هنا ثوم باودر، عندي نشا وده بقى المكون السري، دي مرمريه فالعطار كده مرمريه مطحونه وهنستعمل ربع معلقه صغيره حاجه صغيره قوي، وعندي ثوم اوريجانو، عندي هنا صويا صوص، عندي مرقه بقدونس كزبره، وطبعا عندي صدور الفراخ. طيب اول حاجه هنعملها هنقطع الفراخ ونديها بس تتبيله سريعه جدا كده قبل ما ننزل بيها في الطاسه بتاعتنا. عندي بوله اهي، هاخد الصدر بتاعي اهو. بصوا بقى انا هاخد واحد بالطول اهو، واثنين هنلف كده، وهاخد دول مكعبات. خلاص ادي ايه الفراخ بتاعتنا، البلانشة اللي استعملنا الفراخ، السكينة اللي قطعنا بيها الفراخ، بعيد عن اي حاجة تانية واحنا بنكمل. طيب ادي الفراخ بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، الثوم الباودر، النشا، واخيرا مكون السري بتاعنا النهارده شويه من المرمريه. وحاجي على دول نقطه صغيره قوي قوي من زيت الزيتون. حلوه، هرفع الطاسه بتاعتي على النار، طيب خلوني الاول هنمكس الفراخ بسرعه اهو. بص بالايد، احنا ولا هنسيبها تتبل ولا اي حاجه خالص، شويه التوابل بس كده نوزعهم اهو كده، تمام قوي. هاخد الزبده هنزلها اهي، ومع الزبدة بتاعتي عشان ما تتحرقش شوية من زيت الزيتون، تحريكة كده للطاسة مع بعض ونديها ثانية بس الزبدة بتاعتي تسيح. خلاص الزبدة بتاعتي اهي ساحت، تنزل فراخ، حاول اوزعها كده. الزبده مع المرمريه وشويه الثوم الباودر لوحدها مطلعه ريحه مش طبيعيه. اديك زي نبذه كده مقدمه للطعم اللي جاي هيبقى عامل ازاي. طيب الصوص بتاعي البيز بتاعه ايه؟ سنه صويا صوص على المرقه بتاعتي، سنه صغيره قوي، وهقلب الميكس ده كده. طيب احنا قعدنا تقريبا بنتكلم في 6-7 دقايق، بسيبها كده زي ما بقول لكم دايما 10-20 ثانيه عايزها تاخد لون، وبعد كده اقلب، يعني دايما بنقلب لكن نحاول نسيب ثواني كده تلمس السطح بتاع الطاسه وتدينا اللي هو ده الطبقه دي. خلاص بولا هطلع الفراخ بتاعتي فيها اهو، هسيب
الميه اللي جواها او الدهون اللي هي الزبده والزيت. انا حاطط جنبي شويه زبده، ما اعتقدش ان انا هحتاج منهم كتير، ناخد بس مربع كده صغير. طيب جنبه بقى هنا كده شويه الثوم المفروم اللي عندي، هنزله اهو. وادي له بس ثانيه واحده، يلا بينا. دي هي تحميله سريعه جدا كده. خلاص بعد كده هننزل بالميكس بتاع المرقه اللي مش هنحط فيه ملح، هنحط فيه الاوريجانو، هنحط فيه شويه فلفل اسود، ومش هحط ملح لان المرقه والصويا صوص على بعض يعني ايه هتملح كفايه قوي. ديها تقليبه وعلى طول ننزل نلحق التوم بتاعنا اهو قبل ما يتحرق. من هنا شويه من البقدونس، هدي النار ونبتدي نميكس كده اهو الصوص بتاعنا. طيب اخر حته زبده في الصوص بقى خلاص بعد ما نزل اهو. نقلب بشويش، الحته دي هتبتدي تسيح تدينا كده ايه لقطه كريمي كده لذيذه قوي في الصوص. وعلى طول الفراخ بتاعتي ننزلها اهو. هندي الكلام ده فرصه كده دقيقه بالظبط. من هنا خلاص هرفع من على النار، هجيب الفراخ بتاعتي اهو، وهنقلها الاول. هل انا ممكن اصب كله من الطاسه؟ اه ممكن، بس انا عايز الاول احط الفراخ بتاعتي وبعد كده نشوف هل انا هحتاج الصوص ده كله ولا هيبقى زياده فمش هنحطه كله. دي الفراخ بتاعتنا اهي. حلوة. من هنا خلاص هنزل بقى بالصوص بتاعي اهو. مسحة كده الطبق بتاعنا، رشة من البقدونس صغيرة، رشة من الكزبرة صغيرة. نبقى كده عملنا مع بعض فراخ بصوص الزبدة والتوم، عملناها بطريقة مختلفة. والمكون السري ان احنا حطينا شوية من المرمرية. قلت لكم ايه، روحوا للعطار، مرمرية مطحونة، جربوها في تتبيلة الفراخ، هتلاقوها حاجة قوية جدا جدا زي الروزماري كده مع الفراخ، بيعملوا طعم خطير. طيب خلينا نطلع فاصل كده سريع اروق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض الكركديه بالليمون والنعناع. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. زي ما شفتوا معانا قبل الفاصل عملنا الفراخ بصوص الزبده والتوم بطريقه مختلفه، جربوها هتلاقوها حلوه قوي قوي قوي. طيب
هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل الكركديه او العناب زي ما بنقول عليه بالليمون والنعناع. طب عندي ايه؟ عندي كركديه، عندي شويه من الصودا الساده او اللي هي الشفافه، عندي ليمون اضاليا للتزيين شرايح، عندي هنا عصير ليمون، عندي شويه نعناع فريش، شويه من العسل، واخيرا شويه من مكعبات التلج. طيب مع بعض كده الاول، اول حاجه هنعملها مكعبات التلج، شويه من ورق النعناع وعصير الليمون وشويه من الكركديه بتاعها. نديها ايه اول جرشه. اخر حاجه عسل. اهو واخر واحد. حلو قوي. كاسات التقديم بتاعتي، شريحة من الليمون الأضاليا، هنزل اهو من هنا، هنزل بالسودا ونبقى كده عملنا مع بعض الكركديه بالليمون والنعناع، وعملناه مع الفراخ بصوص الزبده والتوم. كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. كالعاده ارجو ان الحلقات تكون كانت سهله، جديده، بسيطه، مطرقعه وعجبت حضراتكم. خشوا لي على السوشيال ميديا او خشوا على صفحه البرنامج نعناع بالعربي على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها، ولسه عايزين نشوفكم معانا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه. رمضان كريم، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.